آخر التطورات في مستشفى مصراتة، ينضم إلينا الدكتور معنا المبروك. بداية دكتور المبروك، ما هي آخر إحصائية للشهداء والجرحى؟ السلام عليكم، تحية مسائية طيبة ليك وشكرا على هذه الاستضافة. إحصائية دقيقة للأمانة ليست متوفرة لدي، لكن بالنسبة للجرحى، بالنسبة للشهداء اليوم 3 شهداء نحسبها عند الله من الشهداء ارتقوا، لكن احصائيه دقيقه للجرحى لمن لا توجد لدي. بالامكان التواصل ربما مع المركز الاعلامي بمستشفى مصراتة يمدكم به اكثر يعني بالنسبه لاحصائيه الجرحى. طيب لو تحدثنا عن مستلزمات المستشفى، هل تعانون اي نقص في الادويه؟ هو طبعا في الحالات الاعتياديه كما نعلم ان الوضع نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة في ليبيا، أغلب المستشفيات العامة تعاني يعني من نقص نتيجة لضعف الميزانية وضعف الإمكانيات المادية وغيرها. فما بالك عندما يكون مستشفى كمستشفى مصراتة الآن في حالة طوارئ وحالة أزمة، خاصة أنه هو يعتبر من المستشفيات الكبيرة الوحيدة في المنطقة الوسطى، حيث أنه يستقبل حالات من زليتن، من بنوليد، من المناطق المجاورة لمصراتة من الناحية الشرقية كبوغرين وبنجيم وغيرها. فبالتالي مستشفى مصراتة مما لا شك فيه أنه يعني يعاني من كثير من نقص يعني في عدة الاحتياجات، لكن ربما الآن يعني خاصة بعد الحملات الأهلية وخلينا نقول الفزعة يعني الإنسانية التي قام بها الشرفاء والخير من أهل ليبيا، كثير من النواقص يعني استوفت بفضل الله يعني وصلت إلى مخزون المستشفى خاصة بعد الحملات الأهلية التي وصلت، لكن لا زال يوجد بعض النقص وبالإمكان يعني تحديدها خاصة في 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 معدات مثبتات الكسور الخارجية، كسور العظام الخارجية، وبعض مستلزمات معدات جراحة الأوعية والشرايين. طيب هذا ما يخص مستشفى مدينة، أي مستشفى مصراتة المركزي. لو تحدثنا عن المستشفى الميداني في الجبهة. هذا فيما يخص بالتحديد مستشفى الحوادث والطوارئ، وهو قسم تابع لمستشفى مصراتة المركزي الأول. بالنسبة للمستشفى الميداني ايضا فضل الله عز وجل يعني هناك الان 3 مستشفيات ميدانيه، نقطتي اسعاف ومستشفى ميداني رئيسي. المستشفى الميداني وخاصه يعني بعد التفجير الذي حدث قبل حوالي اسبوعين عانى من نقص في الفتره الاولى خاصه في سيارات الاسعاف وبعض ادويه التخدير والمستلزمات الطبيه اللازمه لعلاج الجرحى، لكن بفضل الله عز وجل ايضا والحملات الاهليه مثل حمله جاهد وجمعيه الامداد الخيريه والعديد حقيقه توفرت عده نواقص، ويعني وما زال القائمون على المستشفى الميداني يحاولون يعني توفير مخزون بشكل دوري يعني بحيث يكون مخزون استراتيجي لا سمح الله حتى لو طالت فترة الحرب يعني واستمرت الجبهة يكون هناك مخزون استراتيجي لعلاج كافة الجرحى والمساهمة في إنقاذ حياتي. لكن بشكل عام الوضع تقدر تقول جيد، وأيضا النواقص تقريبا هي ذات النواقص، يعني هناك بعض النواقص في مستلزمات الأوعية والشرايين ومثبتات الكسور الخارجية وأيضا معدات التنفس الصناعي يوجد بها نقص في المستشفى الميداني. نعم، إذا الدكتور معنا المبروك من مستشفى مصراتة المركزي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.